والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرضه لنا شروق عماد. أهلا بك شروق. أهلا بك مصطفى. أهلا بك هبة. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الرئيسيين والرعاة لقمة المناخ كوب 27 الذين ساهموا في خروج المؤتمر بشكل ناجح، وهو ما يعكس درجة عالية من المسؤولية والالتزام من جانب الرعاة تجاه قضايا تغير المناخ. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الشركاء والرعاة الرئيسيين لقمة المناخ على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ. من جانبهم أعرب مسؤول الشركات رعاة المؤتمر عن سعادتهم بالمشاركة في تنظيم قمة المناخ في دورتها 27، وأكدوا أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ في منطقتها. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد في حدث رفيع المستوى تحت عنوان آلية مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 كوب 27. وأكدت وزيرة التخطيط خلال مداخلتها أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توفر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها. وإلى سوق المال، حيث أنهت بورصة تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761 مليار و520 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة. كما هبط أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة. أكدت النقابة العامة للاتحاد الوطني للعمال عمال السكك الحديدية والنقل البحري في بريطانيا أن العديد من خدمات السكك الحديدية في المملكة المتحدة ستتأخر عن عملها المعتاد رغم إلغاء الإضرابات المخطط لها خلال الأسبوع الجاري. وحذر الأمين العام للاتحاد الوطني لعمل السكك الحديدية والنقل البحري ماك لانتش من اتخاذ إجراءات إضراب خلال الأشهر الستة المقبلة لتأمين إبرام اتفاق حول مطالبهم. يذكر أن المملكة المتحدة شهدت العديد من اضطرابات عمال السكك الحديدية في أنحاء البلاد، حيث يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى هبة ومصطفى. إليكم شكرا لك شروق عماد على هذا العرض المعلوماتي الاقتصادي. شكرا جزيلا لك.